بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على خير خلقه محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أصحاب السماحة والفضيلة، الحضور جميعا مع حفظ الألقاب والمقامات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أن أبدأ بالفقرات أطلب من عندكم الجلوس. الأخوة الأعزاء تفضلوا قعدوا، تفضلوا أغاتي. خير ما نفتتح به حفلنا هذا آية من الذكر الحكيم يتلوها علينا مقرئ العتبة الكاظمية المقدسة القارئ همام عدنان. نستقبله ببركة الصلاة على محمد وآل محمد بأعلى الأصوات. يا الله، السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي نزلا من غفور رحيم. نزلا من غفور ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا إلى
صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم. شكرا جزيلا للمقرأ همام عدنان. سادة الأفاضل، إلى الشهداء من صدر الإسلام إلى شهداء النصر في الحشد الشعبي، نقرأ المباركة الفاتحة وقوفا قبلها الصلاة على محمد وآل محمد. على وقوفكم أخوتي، نستمع الآن إلى النشيد الوطني لجمهورية العراق. بما أنه يوم النصر وبما أنه ذكرنا الشهداء، فللشهادة حضور ولقادة النصر حضور. على الذلة تعود راس الأنذال أو راس أهل المشارم عنفواني، مو كل من بمحبس حجر مبروك. فرق بين الحصو وبين اليماني، عندك صال وانت تريد لمكان، هدني قل لك انا اعرف مكاني. اذا اخوه تريد ترفع الراس، قريت اثنين كل هذا زماني، خوه قمر هاشم ويا الحسين وابو مهدي الشريف وسليماني. للمشرح يهزني الشوق، والمشرح هو يحلى المشاحيف الغفن بالهور، لزنود الفلح
لشباكة الصايود للشدة بند برد بخصرها حزام والبرد بخصرها من الذهب أحلى وروحوا ينهر حدار وتلفني بقصايبها المشطهن ما وصل لطراف لسه ووجوي وجت التنور من نجها بعيون تخبز من عسى وقلها بخجل وين أنا تقلي مدللة ميسان بجروفي أنا الكحلة وورق دفتر الدلال والقى بكل سطر ذكره يا لايم والله لذكره يا سامع والله لذكره أقول لك واللي يحب ما ينكتم سره إذا شفت القمر خجلان قولي غاز للشطرة عشق ذي قار ما يبره عشق ذي قار بي ثورة عشقهم للرصاص خبال واحدهم إذا طاشت رصاصة غير دلها على صدره وهيم وشوقي جنوبي صعد عالي وكسر كسرة وتوظب ما يورد مرتين مو مرة ولبس الأحرام واخشع وانحنى ظهره سألت شبيك يا شوقي لبس تحرام لا موسم حجيجي اليوم لا هو وقت عمره يقل لسكت ولك يا فلان ما تدري علي واجب طوفا بيك سبع أشواط بالبصرة الأخوة الرجال المرشحين السادة من بغداد تفضلوا إلى المنصة حياكم الله وحيا الله هذا الحضور الكريم أنا أول وطن ينولد فوق القاع من سحقة جدم آدم والده وأنا أول حرف وأول كلام قال وأول بلبل علقصوني تغريده أنا أول تلاوة بحنجرة داود وجبالي تردد نغم تجويده أنا مهد النبوة الحضر نوح صغير حد ما بينت آخر تجاعيده أنا اسمي العراق من الأزل لليوم لا يرضى بمذلة ولا رضى بقيده أبيض لا تدور من هوانه أبيض لا تدور من هوانه وطبعنا عيب نهجر من هوانه عشت بي وتقلي من هوانه العراق أنا وعثر الخان بي خل أسولف لك شنو تكويني أو الله من ساعة خلقني منين جمع طيني أخذ صم تراب من قاع الجنوب إلها السبب ظليت أسامح حتى لي عادين وأخذ ملح من السماوة وكرم من قاع الفرات وبيه كون غيرتي وشفيني واخذ من الكود دهلة وطيب من جرفين بابل إلها السبب ظليت أسامح حتى لي عاديني والله يعلم الله من كربلة شحطلي وقمت ذا شوف الظلم يطلع شرار بعيني الله يعلم الله من كربلة شحطلي وقمت ذا شوف الظلم يطلع شرار بعيني وشنه من النجف بي وليش ذا ما حد يعارك يسرتي تتعارك ويميني راح أغرب شلقة بي منين اجى الفنجان والدل الذهب بجبيني هذا سر من الرمادي الله خلى لي اهل بشفتيني منين اجى عذب الصدف صوت تسمعه وليش حتى الصخر يطرب لو سمعت الحيني هذا اكيد تراب موصل هو اللي يغني الصبا اللي يجيني وليش ليش بلساني سحر لو قلت دادة يصير هذا تراب بغداد الوفي حتشيني المهم ربك جمعني وختم بقلبي صنع أرض العراق واحد أنا وما حد يثنيني محافظة الفرات الأوسط تفضلوا أغاتي
المرشحين فرات الأوسط فضلوا للمنصة. حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وبياكم. من موالين الإمام علي، وأحب أن أقدم رفيق الجهاد سماحة الشيخ بمقطوعة للإمام علي، حتى يكون وياك، حتى يكون وياك الإمام علي إن شاء الله. على صوتك هذا، على التجمع هذا، شو نصيح؟ ابشر ابشر يا عراق، ابشر ابشر يا عراق، ابشر ابشر يا عراق، ابشر ابشر يا عراق. ان شاء الله هذا ابشر ابشر يا عراق مرشحين محافظة واسط، ومن ثم الأخوة محافظات الجنوب واسط، ومن ثم الأخوة مرشحي محافظات الجنوب، جزاكم الله خير الجزاء. علي بكل الشدد يحضر، علي ما يوم يتعذر، علي ينطرد باسم الشر، علي الساقي على الكوثر، علي الطاعن، علي الضارب، علي نجم الدجى الثاقب، علي هيبة محاكينا، علي قمرة ليالينا، علي للموت والينا، علي يا حكمة التنزيل، علي يا معنى للتأويل، علي العلم الجبريل، علي ما بايعك يخسر، علي العاداك يتأخر، وزير المصطفى الكرار قبل الدنيا يا السامع، علي بسابع سمت والزر. أدعو إلى المنصة زعيم ائتلاف ابشر يا عراق سماحة الشيخ الدكتور همام حمودي، نستقبله ببركة الصلاة على محمد وآل محمد بأعلى الأصوات. أعوذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في عاصمتكم بغداد، عاصمة الجميع، العاصمة التي كانت منارا علميا في تاريخها الطويل. عاصمة بغداد دار السلام على ما فيها من تناقضات بين علم ولهو وعبادة، وإنجازات كانت موضع السلام والانسجام. حياكم الله في عاصمتكم، وحياكم الله في محافظة بغداد التي هي مختصر لكل ألوان محافظات العراق إن شاء الله، بعشائرها ورجالها وشخصياتها. نحتفل اليوم
بذكرى الانتصار، انتصار العراقيين على داعش. نحتفل اليوم، نحتفل اليوم بذكرى الانتصار في معركة الوجود، هذه المعركة التي قال عنها خبراء الغرب أنها ستطول وتطول، لكن بفتوى المرجعية العليا واستجابة هذا الشعب الطيب لهذه الفتوى بكل وجوده برجاله وشبابه ونسائه بهيئاته الحسينية وبمواكبه بمنظماته وشخصياته وتفاعل الحكومة مع هذا مع هذه الهبة وهذا الطوفان الشعبي، ببركة الفتوى استطاع هذا الشعب أن ينجز المعجزة، معجزة دحر داعش، معجزة دحر داعش بوقت قياسي لم يكن محسوبا، وسجل في التاريخ قدرة هذا الشعب عندما يتوحد وعندما يستجيب ويطيع للمرجعية، وعندما تكون الحكومة والدولة في خدمة الشعب، عند ذاك تتحقق المعجزات. نعم، كان المسؤول في الحكومة خدوماً ودوداً وليس جباراً متسلطاً، ونموذجه الشهيد العزيز البطل أبو مهدي المهندس وأخيه قاسم سليماني. نعم، كان خدوماً متواضعاً في تعامله ولم يكن جباراً، كما كان الشعب متعاوناً محباً حريصاً، وكان هذا التعاون فيما بين الشعب بكل فئاته والدولة بكل مواقعها، رئاسة الوزراء، رئاسة الجمهورية، مجلس النواب، وبوحدة الهدف حققنا المعجزة. هذا درس سنبني عليه مشروعاً، هذا درس سنبني عليه مشروعاً، عندما يتعاون الشعب مع الحكومة أو مع الدولة، عندما تكون الدولة خادمة وحريصة وودودة لشعبها، ويكون الشعب متعاون وحاضر، وعندما يكون الهدف محدد نصنع المعجزة، كما في زيارة الأربعين، هذا الحدث العالمي الكبير الذي يشهد له، كما في خليج 25 التي أبهرت المنطقة في أخلاق شعبنا وتعاونه مع مؤسسات الدولة. هذه هي الفكرة التي نريد أن نحياها في يوم الانتصار على داعش، ومن خلال هذا الدرس الواضح، الشعب والدولة عندما يتوحد الهدف، وعندما تكون الدولة خادمة، وعندما الشعب يكون متعاوناً، تتحقق المعجزة. من هذا الدرس أردنا أن نعدل الأوضاع، نصحح الأوضاع بعد 20 عاماً من سقوط النظام. أن كانت هناك إنجازات، وكان هناك تحديات، وكان هناك نجاحات، وكان هناك إخفاقات، لكن الشعب لا يرضى على هذا الوضع، يريد أن الأمور تكون أفضل. شعبنا بطيبته، بعطائه، بكرمه، بتضحياته، بصبره، يجب أن يكون أفضل. 20 عاماً قضت، ولا نقبل أن السنوات العشرة الأخرى أن تكون مثل 20 عاماً الماضية، قطعاً لا نقبل أن تكون. المستقبل يجب أن يكون أفضل، أوضاعنا يجب أن تكون أفضل. وكيف تكون أفضل إذا المسميات هي المسميات، والبرامج هي البرامج،
والأشخاص هم الأشخاص، وبالتالي لا بد أن يكون هناك رؤية جديدة، مشروع آخر، هذا الذي جعلنا أن لا نكون في تحالف مع الآخرين مع احترامنا واعتزازنا بهم، لكن ليس هناك جديد، ليس هناك أفق يجعل السنوات القادمة أفضل من الماضية، لا في مشروع ولا في رؤية ولا في أشخاص ولا في وسائل. ولذلك ترددنا أن ندخل، وبقينا سنوات مبتعدين عن البهرجة الإعلامية والحضور اليومي في الحوارات والنقاشات، من أجل أن نجد رؤية تحسن أوضاعنا، وبالتالي يكون مستقبلنا أفضل من ماضينا وأفضل من السنوات العشرين. وعندما قررنا أن ندخل الانتخابات منفردين، جاء الكثير من القريبين والبعيدين، قالوا: ماذا تعملون؟ هذا انتحار سياسي، أنتم صحيح كمجلس أعلى مؤسسين لهذا المشروع، ضحيت بقيادتكم من أجل حرية الشعب العراقي، استشهد الشهيد من المحراب آية الله السيد محمد باقر الحكيم وعائلته من أجل الشعب وحرية هذا الشعب، وفرضتم إسقاط النظام وساهمتم فيه، وكنتم في المقدمة من تأسيس الدولة الجديدة التي تعتمد على أصوات الشعب في اختيار المسؤولين وفي تحديد القوانين، وكنتم أم الولد، قدمتم الكثير من المواقع للآخرين من أجل أن المشروع يسير ويمشي ويصل، والآن أنتم لا تملكون ذاك الموقع في الدولة ولا تلك الإمكانيات المالية، فأين أنتم ذاهبون منفردين بأنفسكم بعد هذه السنين العشرين؟ كيف يمكن أن تنزلوا إلى الشارع وأنتم قدمتم وأصبحتم ممن تشكرون تحترمون، لكن ليس أن تكونوا لاعبين مؤثرين قادرين على صنع شيء؟ ننصحكم إما أن تجلسوا وإما أن تكونوا معنا كغطاء لكم، أن نكون نحن لكم غطاء في أي تحالف من التحالفات. الانتخابات امتحان صعب، والنزول فيه يحتاج إمكانيات ومواقع دولة ومسائل تعرفونها، لكننا قررنا أن ننزل منفردين بمشروع، وهذا المشروع يعتمد على درس الانتصار وعلى فكرة المعجزة عندما يدخل الشعب إلى الميدان. وفي شهر السادس في الرميثة البطلة صاحب الثورة العشرين قدمنا رؤية عن هذا المشروع، وقلنا أن هناك حاجزاً ما بين السياسيين وما بين الشعب، هناك جدار ما بين أصحاب القرار وما بين من يملك القرار وهو الشعب، تعيشون في بروج وفي أحوال خاصة ومناقشات أنتم ومناكفات سياسية لا طائل لها، والشعب له همومه الأخرى، الاستمرار في هذا الوضع يجعل هناك حاجزاً كبيراً ما بين الشعب وما بين العملية السياسية والمشروع السياسي، يجب تهديم هذا الجدار، يجب إزالة هذا الجدار، يجب تقوية جذور هذه الدولة من خلال هذا الشعب. طرحنا المشروع في الرميثة في ذكرى ثورة العشرين، وقلنا: أدعو رئيس الوزراء أن يقيم مؤتمراً شعبياً واسعاً يشارك فيه الجميع، مجالس النواب، مجالس محافظات، شيوخ العشائر، أساتذة الجامعة، النقابات، الجمعيات، من هو موجود وله رأي، من أجل أن نضع الأولويات التي يحتاجها الشعب وليس هموم المسؤولين أو
سياسيين، وتكون هذه بوصلة لحكومة 4 سنوات نسير عليها، وكل عام نعيد تقييم إجراءاتنا وفق قرار المجموع في هذا المؤتمر الشعبي الواسع. ولم أجد استجابة، وبقي الناس المسؤولون يفكرون بشؤونهم، والسياسيين بهمومهم وفي قضاياهم الخاصة. وجاءت فرصة الانتخابات، ووجدتها هي الفرصة للشعب قبل أن تكون للمجلس، هي لكم قبل أن تكون لأي جهة سياسية، للشعب أن يأخذ دوره بالكامل من أجل أن يصحح المسار ونغير الأوضاع وفق رؤية أن الشعب يجب أن يكون حاضر في الميدان، والشعب يجب أن يكون هو المساهم في أي مشروع بعد أن يقتنع، وبعد أن يصبح الهدف واضحاً ويكون المسؤول معه متواضعاً خدوماً حريصاً، وليس متكبراً ولا متجبراً ولا متفضلاً عليه. الوظيفة العامة خدمة، من يريد أن يكون خادماً للشعب فليتفضل. أعضاء مجلس النواب، أعضاء مجلس المحافظة يتبرعون أن يكونوا خدام لهذا الشعب، ممثلين عنهم يعملون عندهم ولهم. هذه الرؤية يجب أن تكون، هذا الذي تعلمناه من مدرسة أمير المؤمنين علي عليه السلام، وفق هذه المدرسة يجب أن نسير. وجدت أن الانتخابات فرصة، لكن هل الشعب مستعد لهذه الفرصة؟ وهل هو متفاعل مع هذه الرؤية؟ كان زيارتنا إلى أعماق الناصرية في الجبايش، في أعماق الأهوار، وعند نصب الشهداء الذين كان لهم الفضل في أن يعيش أبناؤنا أحراراً كرماء سعداء إن شاء الله. والتقيت بشيوخ العشائر المحترمة، وكان لنا هذا الحديث، وكانت لنا هذه الرؤية، فكان الأمر جداً جداً مؤثراً. أنا أقدم شكري واعتزازي إلى أعزائنا وأهلنا في الناصرية، في ذي قار، في الأهوار، في هذه الأماكن المختلفة التي زرتها والتقيت بها، في عائلة الشهيد، في زيارة المشايخ، كانوا متفاعلين، كانوا واعين، كانوا عارفين. أمورهم ليست كما كانت في السابق، 20 سنة زادتنا خبرة وزادتهم معرفة، يعرفون ماذا يريد المسؤولون. هذه الألوان المتعددة أصبحت واضحة عندهم، يفهمون ما بين السطور، يعرفون خلف ما خلف الأمور، وبالتالي هم يتفاعلون. قد ينتقدون، قد يطالبون، وهذا شيء جيد ويجب أن يطالبوا. الحقوق تؤخذ ولا تعطى. والتقيت بهم وطلبوا وانتقدوا، وفي نفس الاجتماع اتصلت بوزير الفلاني من أجل أن يسمع طلباتهم، وبالوزير الفلاني من أجل أن يسمع ماذا يريدون. بعضهم استجاب، بعضهم تخلف، ويجب أن تكون الاستجابة سريعة. من الناصرية كانت زيارتنا الثانية إلى الديوانية، إلى ملعب عفك، والتقينا بالرياضيين ومشاكلهم ومطالبهم وعدم قدرتهم على أن يصلوا إلى بغداد من أجل أن يشاركوا في منتخب من المنتخبات وهكذا. ثم زرنا دواوينهم واسمعنا مشاكلهم. الديوانية بحاجة إلى مساعدة، إلى نجدة. الديوانية مظلومة، محرومة. أنا قدمت مقترحاً إلى رئيس الوزراء وإلى المختصين في موضوع صناعة الأدوية، أن يكون مركز صناعة الأدوية في الديوانية، وهذه المصانع المتعددة من الأدوية لا تشغل مكاناً في بغداد، يجب أن تكون في وسط العراق في الديوانية. وكانت هناك أيضاً لهم مشاكل، واتصلنا بالمسؤولين.
بعدها كانت لنا زيارة إلى مصانع السماوة مثنى، وما شاء الله مثنى كانت محرومة وأصبحت بمصانعها في المقدمة، وهناك إنجاز طيب، لكن هناك مشاكل أيضا في أقضيتها، لا تجد هناك إعمارا ولا بناء، التركيز في المحافظة في مركز المحافظة. وكذلك استمعنا إلى مشاكلهم، لكن كانوا بمستوى المسؤولية ناس متفاعلون حريصون يطالبون عارفون. إذا مشروع الشعب يكون جزءا من النظام وجزءا من الوضع، بل هو أساس في رأيه وحضوره ومشاركته، يجب أن يتحقق. وكانت زيارتنا الأخرى، ولهم الشكر كل المناطق التي زرتها، أصحاب فضل وجزاهم الله خيرا في مواقفهم، كانت الحلة وكانت بابل، عنوان العراق بابل. وزرنا مقبرة المحاويل، وللأسف هؤلاء المظلومين الذين استشهدوا وهم أحياء، قتلوا وهم تحت التراب. أكبر مقبرة لهؤلاء ليس لها عنوان ولا سياج ولا اهتمام. واتصلنا بالأخ مسؤول الشهداء، وتبين أن هناك مشكلة بسيطة ما بين هالوزارة وهذه الوزارة. ثم زرنا حقول المزارع الأخوة في بابل، وكانت لهم مشكلة في قناة الحلة، وهكذا من المشاكل، لكنهم كانوا واعين عارفين فاهمين حريصين جادين. وأما في واسط أم الخير والبركة قلادة العراق، التقينا بكثير من في معاملها أيضا وفي دواوينها، وأحدهم قال 10 سنوات لا أجد مسؤولا يزورنا أو يسمع منا، وكانت هناك مطالب ومطالب. على كل حال، مشروعنا في أبشر يا عراق يستند عليكم أنتم، ونحن في مرحلة حساسة نؤسس لهذا المشروع. فأيها الشعب الكريم، أيها الطيبون، أيها الحريصون على بلادكم، محافظاتكم، أنفسكم، مستقبل أولادكم، هيا إلى هذا المشروع، تعالوا لنؤسس هذا المشروع، لكن عبر الانتخابات، عبر صناديق الاقتراع، عبر احترام الرأي والرأي الآخر. لا نفرض رأينا بالسلاح ولا بالابتزاز ولا بالتسقيط وما شابه، نطرح رأينا ورؤيتنا لنكون جميعا في الميدان. مشروع أبشر يا عراق يستند على الشعب والدولة الخادمة، ومستقبلنا يجب أن يكون أفضل من خلال أيدينا. مشروع أبشر يا عراق هدفه واضح: عراق مقتدر مستقر مزدهر، شعب يعيش حياة كريمة، فرص العمل أمامه مفتوحة، وثقافة عراقية أصيلة. لا نستورد ثقافتنا من الشرق أو من الغرب، العراق بعلمائه وعلمه وتاريخه هي ثقافتنا، بمراقدنا نعتز بأمير المؤمنين بالحسين الشهيد بكل المراجع والعلماء، هذه هي ثقافتنا. هذا المشروع من أجل أن يتحقق، لا يتحقق فقط بالدعاء، يتحقق بالحضور بالمشاركة. أنا أشكركم جميعاً على هذا الحضور الواسع والكبير، يدل على أنكم مصممون، ولستم فقط مقتنعون بل مصممون، قادمون من مناطق بعيدة من محافظات بعيدة في هذا الظرف من أجل أن تقولوا نعم نحن مع مشروع عراق مقتدر، نعم نحن مع حياة كريمة لكل العراقيين، نعم مع هويتنا والاعتزاز بثقافتنا. هذا المشروع يجب أن يؤسس له في صناديق الاقتراع، وليس فقط في هذا المكان، في صناديق الاقتراع يوم 18/12 نجدكم جميعاً إن شاء الله حاضرين، أنتم ومن تحبون ومن تحرصون عليه أن يكون عزيزاً.
ومن أجل تحقيق هذا المشروع أمامكم هؤلاء من المرشحين، واخترناهم من كل ناحية وقضاء ومركز من مختلف الأماكن. حرصنا أن يكونوا من الشباب، في الشباب حماسة، في الشباب جرأة وشجاعة، في الشباب إبداع، ونحتاجهم دائما في الميدان. وأكثر شعبنا من الشباب، والمستقبل بيد الشباب. لكن نعم، نريد أهل الخبرة وأهل التجربة وأهل التدبير لنكون معا في تكامل ما بين الشباب وما بين أهل الخبرة. هؤلاء أمامكم، اختاروا من تنسجمون معهم، من تعتقدون بنزاهتهم، بصلاحهم، بخبرتهم، بميدانيتهم، أن يكونوا معكم متواصلين. هذه شروطنا عليهم، وسيقسمون أمامكم بعهد أمام الله وأمام الناس ليكونوا كما أشرنا، ميدانيين، نزيهين، كفؤين، خبراء، ومتواصلين معكم، ليس في بيوتهم أو مكاتبهم، معكم في دواوينكم، في شوارعكم. هذا شرطنا عليهم. كما نريد من مجالس المحافظات القادمة أن تغير مسارها من مسار ابتزاز ومسار تقاسم مصالح إلى مسار أن تحدد المشاريع أمام الناس، أمامكم عبر وسائل التواصل وعبر شاشات التلفزيون، لتسمعوا كيف يدافعون عنكم وكيف يقررون. هذه رؤيتنا لصناعة المعجزات في هذا البلد الذي هو أهل لأن تصنع فيه المعجزات، وقد صنع المعجزات. كما نجحنا في مواجهة داعش، وجعلنا مواجهة داعش درساً عند الغرب وعند غيرهم، سيكون أيضاً مواجهتنا للفساد، لكن بكم وبحكومة خادمة لكم ومتعاونة معكم سنواجه الفساد. هذا التحدي الذي جعل شعبنا يئن منه، بوجودكم، بمتابعتكم، سنواجه المخدرات مع الحكومة الخادمة والمتعاونة. بوجودكم وبحضوركم سنواجه ما يراد لنا من تحرير أموالنا التي هي في خزانات الآخرين بشعار حي على الكرامة. بوجودكم، بحضوركم، ننهي تواجد القوات الأجنبية بإرادة شعبية، بتعاون مع الحكومة ومع الشعب، وبهدف واحد. أمامنا عقبات وتحديات. بوجودكم ندعم المنتج الوطني، ويكون فخرنا أنه منتج في بأيدينا وفي بلدنا، ولن نسمح لأموالنا أن تذهب إلى الخارج. بوجودكم ننهي البطالة، ونتحول كلنا إلى بيت منتج عامل خدوم لهذا الشعب. هذه هي رؤيتنا، هذا هو مشروعنا، هذا هو رؤيتنا من خلالكم وبكم. وأنا أشكر الأخ رئيس الوزراء على اهتمامه بشؤون المواطنين، وفتح قسماً كبيراً في مكتبه من أجل معالجة شؤون المواطنين. لكننا نريد معالجات استراتيجية تشكر على المعالجات الفردية، لكن هناك مشاكل كبيرة يراد لها وقفة لكل الحريصين من نواب ومجالس محافظات وخبراء وشيوخ عشائر وعلماء دين وناشطين. كل هؤلاء يجب أن نتشارك، نتعاون في إنجاز هذه المعجزات القادمة. 10 سنوات القادمة يجب أن تختلف عن 20 الماضية. 10 سنوات القادمة الشعب حاضر، مراقب، متابع، متعاون، ويجب أن تكون، أن يكون المسؤول مسؤولاً متواضعاً، خدوماً، ودوداً لشعبه، لا متكبراً ولا متجبراً عليه. هذه روح التعاون، بهذه المصداقية، بهذه الثقة، نحقق معجزات. أنا أقول لمن أراد أن لا نشترك في الانتخابات، وأقول لمن أراد أن نكون مع الآخرين بغطاء، هؤلاء
هؤلاء أصحاب المشروع، هذا الحجم الكبير من الحضور هم أنصار هذا المشروع، الناس شعبنا أهلنا في كل المحافظات واعون مدركون، لهم البصيرة، لهم الحماسة، لهم العزيمة، لهم الإرادة. يجب أن يتغير الواقع، يجب أن تتحسن الأمور بأيديكم، بعونكم، بمشاركتكم. أنا أشكركم كثيراً، أنا أحمد الله تعالى على هذه النعمة أن أكون في خدمة هؤلاء جميعاً. أسأل الله تعالى أن يعيننا على أن نحقق هذه الأهداف. أسأل الله تعالى ببركة الشهداء العظام، مراجعنا الكبار، من استشهد في هذا الطريق من العلماء والشهداء والرجال والنساء والأطفال من هذه العوائل. تذكرنا غزة عندما كنا نواجه كل هذه المواجهات، الحمد لله العالم الآن ينتبه إلى غزة، لكن عندما كان شعبنا يواجه كان هناك الصمت، لا أحد يتحدث سوى بين الشهيد وربه وبين الشهيد وعائلته. مستقبلنا يجب أن يكون أفضل ببركة الشهداء، بخدمتنا إلى زوار الحسين، بعطائنا إلى كل هؤلاء الطيبين. الله معنا إن سرنا على طريق الاستقامة، الله معنا إن تحاببنا تعاوننا، الله معنا إن تناصرنا فيما بيننا. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بكم البركة إن شاء الله لتحقيق هذا المشروع الكبير ولتأسيس مشروعنا القادم. ابشر يا عراق بكل تفاصيله وبكل مراميه إن شاء الله. أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سادتي، نعم، الأخوة اللي حملت الصور أرجو أنها تنزلها دقائق حتى أدعو سماحة الشيخ لتكريم ابن الشهيد الإعلامي حيدر المياحي، يتفضل إلى المنصة. تكريم، تفضلوا شيخ. يتفضل ابن الشهيد هنا، يتفضل ابن الشهيد حيدر المياحي للتكريم، كذلك الجريح أنا أطلب من السادة المرشحين البقاء في أماكنهم. تفضل ابن الشهيد سادتي الكرام، أدعو الدكتور علي الدفاعي الناطق الرسمي بتحالف ابشر يا عراق لأداء القسم إلى المرشحين. نستقبله ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته. في البداية نبارك لكم جميعاً جمهورنا أبناء الشعب العراقي المرشحين المرشحات يوم النصر، يوم المرجعية الدينية العليا، يوم الشهداء. وفي هذا المكان ساحة الاحتفالات نقدم ونرفع الشكر والثناء والعرفان إلى المرجعية الدينية العليا ومقام آية الله العظمى سيدنا المفدى الإمام السيستاني حفظه الله تعالى.
نعم نعم للمرجعية، نعم نعم للمرجعية. أحسنتم، بارك الله فيكم. في هذا اليوم الذي هو يوم الانتصار، هو يوم الشهداء، يوم قادة النصر، يوم كل من قدم دمه وقدم نفسه من أجل تحرير الأرض وحماية المقدسات، فإلى شهدائنا، إلى جرحانا، كل الشكر والتقدير والاحترام والثناء الخالد منا والوفاء لهم في مسيرة التضحية، مسيرة سيد الشهداء. الأخوات الكريمات، الأخوة الأعزاء، من الآن نبارك لكم فوز إبشر يا عراق إن شاء الله. ستؤدون القسم أمام الله تبارك وتعالى وأمام جمهوركم في بغداد والمحافظات، بل وأمام كل أبناء الشعب العراقي، لتؤكدون الخدمة وتصحيح المسار. سأقرأ هذا القسم وأقف عند كل فقرة وتكرروها بصوت واضح ومسموع. أيها الأحبة، الهدوء لتستمعوا إلى القسم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي مسؤولياتي القانونية بتفان وإخلاص، وأن ألتزم بمبادئ قائمة إبشر يا عراق ولا أحيد عنها، لعراق مقتدر وحياة كريمة وثقافة أصيلة، لعراق مقتدر وحياة كريمة وثقافة أصيلة. وأن أكون وفياً للأصوات التي منحت ثقتها لإبشر يا عراق، وأن أمثلهم أصدق تمثيل، وأكون صوتهم وأدافع عن حقوقهم، وأحمل همومهم وأحلامهم لبناء مستقبل أفضل. وأن أكون أميناً ونزيهاً وحاضراً بينهم، ولا أنكث عهدي معهم، والله على ما أقول شهيد. بارك الله فيكم، والفوز من نصيبكم، والحمد لله رب العالمين. سادتي الكرام، الآن أدعو فرقة الإنشاد لأداء نشيد أبشر يا عراق، مصحوبين بالصلاة على محمد وآل محمد. ابشر ابشر يا عراق، ابشر ابشر يا عراق، بلدك يا الغالي ظل راسك عالي، اطمن باكر باولادك بالقمة تلالي، امل ومستقبل والعزم يكمل، ابشر يا عراق وتدلل بالقمة الاول.
يا زودة ضلع على صيته والواضي وروح بقضيته. ابشر 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 يا عراق. واضح تفسيره ما يهمنا الشاميت بزودان الفايت شيخه ما من تل ما تنزل صاعد بالغيرة. اخذها من عند الحجاية وقالها والله ويدق ثاية. ابشر 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 يا عراق. ابشر ابشر يا عراق. صوت لون افخار قائمة المصدر مصدر للنخوة وردناها تكون لنا المعبر. يا شيخ امجادك تشهدها بلادك ما حدا نسولف ونطول غيرك ما نكبر.